الوعي بشكل عام لفئات الشعب المصري المختلفة وفي القلب منها الشباب. إزاي الدولة اشتغلت خلال الفترة اللي فاتت على توعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية؟ وأعتقد أن احنا بنشوف عدد الشباب كتير خلال الفترة الأخيرة في الأحزاب السياسية المختلفة. صحيح. ودوركم كمان في الحزب في توعية الشباب. صحيح. بص، هو في تجارب ناجحة قوي في الدولة المصرية، والتجارب دي خليني أبدأ بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب. تجربة ناجحة، تجربة واعية جدا، مجموعة شباب لديهم أيديولوجيات مختلفة، توجهات مختلفة، ولكن قرروا أن هم يبقوا على أرضية واحدة وهي أرضية الوطن ومصلحة الدولة المصرية. وبالتالي التنسيقية دي أفرزت منهم مجموعة نواب ومجموعة نواب محافظين ومجموعة، لأنهم كوادر سياسية وكوادر سياسية عندها وعي سياسي. ده جزء من ده أنا بحكي لك حالة واحدة. الوعي لدى الشباب طبعا زي ما قلنا وبنقول دايما ان الازمات والتحديات بتنشط عندك عمليه الوعي. الشباب اكتر فئه حصل له القصه دي في الفتره الاخيره، حصل له وعي سياسي بمستقبله بدولته. فالشباب داخل الاحزاب السياسيه حريص في المشاركه اكتر مننا احنا كمان. احزاب الشباب العشرين والثلاثين بقى عنده وعي وعايز يشارك وعايز يقدم أفكار وعايز يلتحم في قضايا الوطن وعايز يتواجد في المشهد السياسي وعنده اقتراحات وعنده أفكار حسب ثقافاته وحسب دراساته. يعني هو لو خريج هندسة فعنده أفكار ومشاريع هندسية ليها علاقة بالتنمية والتنمية العمرانية والتنمية وإلى آخره. لو خريج حقوق فعنده أفكار في تعديل بعض القوانين نتيجة الأزمات اللي بيشوفها داخل المحاكم والقضايا وهكذا. لو مدرس عنده كل واحد في مجال تخصصه فأصبح عنده، وبعدين المناخ السياسي اتفتح وبقى في حالة من الانفتاح السياسي للأفكار اللي هو زي ما بنقول منهم الحوار الوطني، زي ما بنقول تنسيقية شباب الأحزاب. فالحوار عمل حالة وعي وحرك وعمل حالة حراك سياسي لجميع طوائف المجتمع مش للشباب بس. بس أنا بخص الشباب لأنهم متصدرين المشهد وحس بالقضايا اللي بيتكلم فيها كلها متجمعة في ثلاث محاور، وكل محور فيه كذا قضية وكذا كذا كذا حاجة، وهم 119 قضية داخل الثلاث محاور. فالمواضيع بقت كتيرة، فكل اللي بتفكر فيه لقيته معنون وليه لجنة بتتناقشه وبتقول لك اطلع اتكلم اربع دقايق لو عندك رأي مخالف وقدمه في نموذج واطرحه وقوله ويتم الاعتناء به. وأضاف على ده لما السيد الرئيس تعهد أنه كل ما يخرج من الحوار الوطني سواء كان بقرار أو بمشروع قانون بقرار يتخذ فورا، مشروع قانون يحال إلى مجلس الشعب. فده خلى حالة الوعي لدى الشباب كمان هو شاعر بإيجابية وشاعر بتفاعل المجتمع والدولة المصرية. فبالتالي هو الحافز عنده بيعلى والمشاركة عنده بتعلى. فده الوعي السياسي هنا بقى مراحله بتختلف. كل ما الدولة بتستجيب وبتفتح له مسار وبتفتح له مجال فبيبقى عنده حافز أكتر أنه يبدع أكتر. كمان خبراته تراكمية. صحيح. كل ما بيعدي بحاجة معينة أو قضية معينة أو تحدي معين بيطلع منها أفكاره اتغيرت، ملامحه اتغيرت، شخصيته بتتغير. وبعدين استجابة الدولة ليه عاملة إزاي، وهو بيتفاعل مع المواطنين ازاي، معلوماته كمان بتتغير طبعًا. وبتزيد، وبالتالي لما بيطرح رأيه في أي موضوع أو في أي مشكلة يكون عنده التصور الكامل. صحيح. ودي صحيح. نقطة مهمة جدا. صحيح. يعني مثلا يجي مثلا مجموعة من الشباب يقول احنا عايزين نوقف الاستيراد خالص من بره. طب نوقف الاستيراد ازاي؟ بالظبط. بالاعتماد على الصناعات. طب ازاي نشتغل في طب ازاي ندعم الصناعة؟ فواحدة واحدة هو عنده التصور الكامل بيقدمه في شكل ملف مثلا، وليكن زي الشباب اللي قدموه من خلال الحوار الوطني. اللي حضرتك بتقوله ده العهد العشوائيات انتهى، بما فيهم العشوائية. في ده هي مش العشوائية سكن بس، لا، العشوائية في الأفكار، تخطيط الأفكار، تخطيط. ما تفكرش وأنا عايز الفكرة دي، لا، خطط الفكرة دي كل الحيز بتاعها كله إيه، ليها بعد سياسي وبعد اقتصادي وبعد زي ما أنت بتيجي نقاطع منتج كذا. طب فكر بس قبل ما تفكر تقاطع، هتقاطع، طب في عمالة مصرية، طب في اقتصاد مصري، في لازم نفكر. ما ناخدش قرارات انفعالية نتيجة أحداث ومش مدروسة. فهو المواطن المصري بقى خلاص، والشباب بالذات بقى عنده الوعي ده.
يدرس ويفكر، وبعدين عنده خلاص كل حاجة مفتوحة، يقدر يمسك موبايله، يقدر يمسك الجهاز بتاعه، ويقدر يخش على الدنيا كلها ويكتب ويقرأ ويشوف، فبقت الأمور منفتحة. هو جيل محظوظ، يعني جيل الشباب النهاردة عنده انفتاح في المعلومة والحصول عليها بشكل غير طبيعي. فجيل عنده حظ في التكنولوجيا، عنده حظ في الوعي، عنده حظ إن المناخ السياسي مفتوح يقول رأيه، طالما رأيك لا يهدد الدولة المصرية ولا أمن الدولة المصرية ولا ليه علاقة بالإرهاب، طالما في الخطوط دي أنت عارفها وشايفها، طالما رأيك ووعيك واللي بتفكر فيه يخص أمن الدولة المصرية والوطن المصري، جاهد تحرك زي ما أنت عايز، المساحة مفتوحة لك، مفيش ما عندوش خطوط حمراء طالما بيخص الوطن. وهو واعي ده خلاص، هو شاف لما اشتغل كده عامل إزاي، وشاف الآخرين وأهل الشر لما اشتغلوا كده عملوا إيه في الدولة المصرية وراحوا فين. فبقى عنده وعي، عنده وعي كمان بالشائعات، بقى فاهم كل الشائعات اللي بتطلع، تشارك في الانتخابات ليه؟ ما هي محسومة محسومة. بتعملوا طرق ليه؟ طب عاصمة إدارية ليه؟ كل مشاريعك التنموية الناجحة بيهدها، عايز يهدها إشاعات. طيب احنا هناكل طرق، احنا هنعمل ايه بالعاصمة الإدارية دي؟ دي معمولة لل مش عارفة، مش ده اللي بيحصل، دي إشاعات ممنهجة على الدولة المصرية. الشعب المصري والشباب واعي بقى فاهم خلاص، لأنه شايف المشروعات العملاقة دي، لأن دي خلاص دي أصول دولة مصرية، دي حضارة الدولة المصرية، ده تاريخ الدولة المصرية، ده مستقبل الدولة المصرية، ده ليك أنت ولأولادك للأجيال، مش لينا احنا خلاص، احنا هنشوفه شوية، انما جاي للأجيال اللي بعدينا، الأجيال اللي بعدينا واللي بعدينا، ده مستقبل البلد، عشان يفضل في استمرارية في التنمية واستمرارية في التقدم، استمرارية في كل شيء. فخلاص الشاب المصري بقى عنده وعي غير طبيعي، احنا بنقعد نسمعهم. وانت النهاردة لو عندك مشكلة في موبايلك بتروح لابنك عشان يحلالك، ده حقيقي، ده ايه ده وعي وثقافة وبقى عارف بيعمل ايه. انت بتعرفش، انا اقول الو واكتب رسالة، انما تعالى انت عندك مشكلة تقنية يمسك الموبايل يعمل لك كل اللي انت عايزه. فده ثقافة الشباب المصري بقى في حتة تاني، وبعدين امن في بلده، مطمئن، حاسس ان الدولة بترعاه، الدولة عايزة تنقله نقلة من خلال مؤسسات شبابية، من خلال مشاريع تنموية، لا قصة مختلفة تماما. عظيم. طيب زي ما حضرتك ذكرت انه الدولة دعمت المناخ السياسي والمشاركة الحزبية خلال الفترة اللي فاتت، ده انعكاساته ايه عليكم انتوا في الحزب، وازاي قمتوا بدوركم في التوعية السياسية بأهمية المشاركة في هذه الانتخابات؟ في الحقيقة انعكاساته علينا كانت بداية من الحوار الوطني. الحوار الوطني فتح السقف السياسي للأحزاب السياسية والسياسيين والمثقفين والقوى الناعمة، قول زي ما انت عايز، واتفتح للمشاركة وإبداء الآراء وبدون خطوط حمراء. وبدون خطوط حمراء زي ما قلنا فيما لامس الأمن القومي، فيما الإرهاب، الحاجات المتفق عليها، إنما فيما يخص الوطن وقضايا الوطن فأنت تفاعل معها واعمل اللي أنت عايزه. فالحوار الوطني أحدث حالة انفراجة سياسية، قبلة الحياة السياسية داخل الدولة المصرية لكل المهتمين بشأن السياسي وكل المهتمين بهذا الأمر والأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية استفادت طبعاً، الأحزاب السياسية تواجدت في الحوار الوطني بشكل غير مسبوق، وتحدثت في كافة القضايا، 119 قضية تتكلم فيه، في اقتصاد تتكلم، في تضخم تتكلم، في الدين العام، في المجتمعية تتكلم، في الأسرة تتكلم، في الولاية على المال تتكلم، في الوصاية، في الاستضاء تتكلم، كل الموضوعات مطروحة وموجودة، تتكلم في الحضانة، كل الموضوعات، لأن كل القضايا دي بتخص المواطن المصري، وقضايا فيها مشاكل ومشاكل بقالها سنين ما بتتحلش. فالنهارده اتفتح الباب انها تتحل لانها تخصني، هي القوانين الوضعيه اتعملت ليه؟ عشاني وعشانك، عشان تحل مشاكلنا. فاذا احنا وعشان كده هي بتتغير وبتتعدل، لان كل ما الاحداث مالهاش سقف، كل ما الاحداث بتتغير انت غير قانونك يتواكب مع الاحداث. النهارده اما بنتكلم في قانون الولايه على المال والوصايه للام قبل الجد او الجد او الى اخره، لأن الأم هي المنوطة بعد وفاة الـ الزوج، هي أكتر واحدة تقدر تراعي طفلها وتقدر تحن عليه وتقدر فالنهاردة ده الحاح ضرورة مجتمعية، والقوى الناعمة اتكلمت في مسلسلات بهذا الشأن. إذن أنت بتناقش القضايا بتاعتك من خلال الانفتاح السياسي ده. إحنا كأحزاب سياسية كلمنا في قانون الأحزاب السياسية، مباشرة الأحزاب السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، انتخابات قايمة ولا نسبي، وأحزاب سياسية إيه مشاكلكم، عايزين نعدل القانون، عايزين دعم لوجستي، عايزين اتفتح لنا المناخ ده كأحزاب سياسية،
على المستوى الاجتماعي والحماية الاجتماعية اتفتح الباب. كل هذه الأمور عملت انفراجة سياسية للأحزاب السياسية كجزء مكون من المجتمع، مش السياسيين فقط، لا احنا جزء فقط. الانفراجة دي عملت خرجت كل اللي جوانا. عندنا ملفات وعندنا حاجات، بدأنا بقى نجدد ونقرأ ونقدم ونكتب النموذج ونطلع نتكلم 4 دقائق ونتناقش، واحيانا كنا بنختلف، انا اختلفت مع المنصه 3-4 مرات ونقاش حيوي ومحترم ومنضبط وفي صميم الموضوع. فكل هذه الامور هو الحياه السياسيه انفتحت بشكل. بعديها على طول بقى استحقاق دستوري ناتج عن انفراجه سياسيه، واحزاب شافت الدور بدات تشتغل وبدات تعمل وعي وبدات تدعو للمشاركه وانزل وشارك بايجابيه وعندك تعدديه واختار بين التعدديه. نتج عن الحوار الوطني تعدديه في 4 مرشحين في 3 والسيد الرئيس 4. فالتعدديه ده نتاج من الحوار الوطني. الحوار الوطني افرز حاله خلى الاحزاب تشعر بان ده اهميته. يا فندم التعدديه الحزبيه في الانتخابات، بص التعدديه الحزبيه دي اهميته ان انت المواطن المصري يبقى عنده تعدديه في الاختيار. الايديولوجياتنا مختلفه، وانا افكاري غير افكارك وميولي غير انا، وفدي انت حضرتك يعني مش انت يساري واحد تاني يميني، كلنا لينا وكلها الدوله المصريه ما هياش متطرفه ولا ما هياش ضد ولا اجنده اجنبيه. فالتعددية عملت حالة هتزود حالة المشاركة، لأن أنت ما عندك 4 تعددية، كل واحد بقى ليه ناسه وليه توجهاته. صحيح. فالوفديين من زمان، الوفديين من أيام سعد زغلول، فأنت الوفديين موجودين في مصر متأصلين في الدولة المصرية وفي جزرها، فالمرشح الآخر السيد حازم عمر وهكذا، كل المرشحين ليهم تاريخ سياسي وليهم شعبية مش كأشخاص بس، كأيديولوجيات كأفكار. يعني انت بتتكلم على المرشح فريد زهران ليه تاريخ سياسي طويل وليه شعبيه مش هو اللي ليه شعبيه، لا الفكر الحزب ديمقراطي اشتراكي، الفكر بتاعه وحزبه ديمقراطي اشتراكي. فبالتالي في ناس ديمقراطيين اشتراكيين، وهنا الناس بقى هنا في التعدديه يروحوا يختاروا المرشح ده وناس تختار المرشح ده. فانت عملت حاله انفراجه سياسيه، عملت حاله من الديمقراطيه، ده مسار الديمقراطيه الحقيقي للدوله المصريه. العالم كله يشوفه بمشهد حضاري، دوله مصريه لديها تعدديه ولديها احزاب افرزت هذه التعدديه ولديها حوار وطني ولديها سياسيين ولديها هيئه وطنيه ولديها اشراف قضائي. لا، مشهد سياسي عبقري حضاري توصيفه لما تقعد تتفرج عليه كانه فيلم قدامك. لا، من الحوار الوطني الانطلاقه كانت غير طبيعيه للاحزاب السياسيه، افرزت التعدديه اثرها على الوطن وعلى المواطن المصري مش النهارده بس في الاستحقاق الدستوري، لا ده بعد الاستحقاق الدستوري التعدديه دي هتستمر والناس هتشتغل، الاحزاب هتفرش بقى شغلها اكتر وتنزل للمرادين بتوعهم واحبائهم والناس اللي بتنتمي لافكارهم، وهتشتغل اكتر الكوادر التنظيمات اللي تحت الشباب، تمكين المراه ليها دور عظيم طبعا. كل هذه الامور الانفراجه كلها بدات من الحوار الوطني للحياه السياسيه، وخلاص احنا كسياسيين حاسين بيها. طيب زي ما كنا بنتكلم دلوقتي ان كل واحد عليه دور بالمناسبه في التوعيه بأهمية المشاركة في الانتخابات، يعني أن كل الناس تنزل وتدلي بصوتها في هذه الانتخابات. الإعلام بيقوم بدوره خلال الفترة اللي فاتت، دلوقتي بنتابع مستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ في بث مباشر وهو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.
إذن وكما كنا نتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وهو يدلي بصوته في هذه الانتخابات. نرجع تاني نكمل كلامنا مع سيادتك عن أنا مؤمن جدا بنظرية دوائر التأثير بالمناسبة، يعني لمجرد مثلا ما يكون في حزب، ولكن برضه هنعرف من حضرتك دلوقتي عملتوا مؤتمرات للتوعية بأهمية النزول للانتخابات ولا لأ، فلو عملنا مثلا مؤتمر وحضر المؤتمر ده 1000 واحد، كل واحد ليه المحيط بتاعه أيا كان عدد الأشخاص اللي عايش معاهم في البيت 10 15 20 من أصدقائه، فهيتكلم معاهم عن أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، وبالتالي تتسع الدائرة ويكون عندنا وعي جمعي للشعب المصري كله. صحيح. كلام حضرتك صحيح، احنا عملنا مؤتمرات توعية في اسكندرية وفي دقهلية، وكانت المؤتمرات دي كان يعني انزل شارك، انزل شارك عشان بلدك وعشان بلدك وعشان وطنك وعشان أمن الدولة المصرية والحفاظ على حدودها، عشان مقابلة التحديات والمخاطر الإقليمية، عشان الحفاظ على الوطن. أنت اللي ديك مسؤولية، أنت اللي بتحدد مصير دولتك، أنت اللي بتحدد الرئيس القادم، أنت اللي بتحدد المستقبل ليك ولأولادك. فالقضية كبيرة، ما هيش قضية أنك تنزل تدي صوتك واستحقاق دستوري فقط، زي ما قلت لحضرتك هي خرجت عن هذا المسار إلى مسار آخر، مسار لحمة وطنية، مسار استفهاف الشعب المصري، مسار الأمن القومي المصري، مسار الأحداث وما يحدث في غزة. كل هذه الأمور بتخليك تنزل تشارك علشان بلدك، عشان تحافظ على عشان كمان تبعت رسائل للعالم أن اللي بيتحكم في الدولة المصرية هو الشعب المصري، اللي بيتحكم في مصيره واختيار قراراته الشعب، زي ما قال لا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ويفضلوا في أرضهم وسينا خط أحمر. الشعب المصري قال كده، وقف وتظاهر زي ما نزل قبل كده في 30 يونيو، زي ما نزل تاني دلوقتي. الشعب المصري في اللحظات الحاسمة بينزل ويصطف ويقف في الشارع المصري ويقول لا، وعنده استعداد يفدي الدماء لسينا، يعني خير دليل على ذلك. فاحنا النهارده كانت التوعية على هذا الأساس، والتوعية كمان بالمحاذير اللي ممكن تبطل صوت الناخب، دي نقطة مهمة جدا، دي مهمة. لازم يكون عندهم حماس شوية فيكتبوا تحيا مصر أو يكتبوا صح المحاذير والشائعات. يعني احنا كنا دايما بنتكلم معاهم في المحاذير والشائعات، تدي صوتك ازاي، خش اللايك هتمسك الكارت فيه 4 مرشحين، تعلم علامة واحدة، ما تعملش حاجة تاني في الورقة بتاعتك وسلمها وحطها، وإذا احتجت سؤال ترجع للقاضي، القاضي الصندوق بتاعك تسأله يقول لك تعمل إيه. فكانت القصة واضحة بالنسبة لده. قصة تانية كنا بنوعي عن الشائعات، يعني دايما كنا نقول له خد بالك من الشائعات، مش كل حاجة تتقال تجري وراها، اسأل واعرف واستفسر عنها، لأنه زي فكرة أنت نازل ليه ما هي النتيجة محسومة، دي شائعة مغرضة من أهل الشر علشان يبوظوا العرس الانتخابي ويفسدوا العملية الانتخابية والمشهد الحضاري للدولة المصرية. هو عايز كل حاجة أنت بتعملها كويسة يهدها، وهو ده فكر العدو عموما، يعني سواء بقى بيمثل في اهل الشر او في اجندات اجنبيه، هو ده ان هو دايما يهدمك وتبدا من جديد. هو مش عايزك تعلى وتكبر، ما يعرفش يتكلم معاك، انما هد وابدا، فبالتالي تفضل دايما عند نقطه الصفر. فالتوعيه كانت لهذا الاساس ومهمه، والناس بقت واعيه قوي. يعني انت ما بتجدش صعوبه النهارده وانت بتتكلم مع الناس. ممكن يحصل نقاشات صغيره في استفسارات، سمع خبر، شاف قناه مغرضه من التواصل الاجتماعي، القنوات المعروفه. هو الفكره في حد ذاتها مع المستشار انه بيرجع يسال اهل التخصص او اهل الخبره او يروح للمعلومه من مصدرها، ده في حد ذاته وعي.